نشرة آخر الأخبار، التقت نجوى كرم التي كشفت عن الخطوات القادمة، وكان لقاء خاطف مع سلطان الطرب بحضور رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، الذي خص النشرة بحديث نتابعه بعد تقرير حفل الوسوف ونجوى كرم. سلطان الطرب جورج وسوف، مساء الخير وكل عام وانت بألف خير. كل عاد عليكم يا رب وعلى كل الوطن العربي وكل المسلمين يا رب بالخير والبركة والفرح. أبو وديع، حشاقك بانتظار عملك الجديد، امتين بتوعدهم أنه إن شاء الله حيكون الإصدار؟ سأل عمي سالم إن شاء الله عن قريب. قريبة إن شاء الله. من قال لك يعطيك العافية وخلينا إياك. خلاص نعد عليكم يا رب الخير والبركة يا رب. يلا نغني يا رب، قولوا يا رب.